صباح النور لكل المستمعين. احنا متواجدين توا في كيسك شيل اللي طريق السكنه طريق تونس بين الطبيعه صراحه. تم كيسك جاي في 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 بلاصه مزيانه برشا وهي حتى الغديك تنجم على القريب العاجل باش تكون فما زاده قهوه بنينه غديك ان شاء الله. دوك اللي قصد ربي لتونس العاصمه ولا لجرومبيليا وغيره يعمل استاسيونمون نتاعه غديك وينجم يعمل قهوه تصبيحه غديك. على كل هيا سيدي معاك شكون الغديك من المتبارين؟ معنا اليوم شاب باش يقدم روحه بلال البنغالي. اي سي بلال شنو احوالك؟ بخير لاباس خويا، امور طيبه في فورمه، قصد ربي الخدمه ولا تحوس ولا شنو بالضبط؟ خدمه ان شاء الله. خدام ربي يعينك. شنو فانا دومين؟ والله شويه كيكا مارشي الجرو. يا ربي يعينك. اي خويا دونك سؤالنا هو اول مره تدخل الكيوسك شال ولا جينيرالمون؟ ديما كيوسك شال. فما كاربيرون جديد هو دخل لتونس في 2018 جويلي 2018 تحديدا، اللي هو يخلي الموتور اكثر فيابل ويخلي زاد اكثر اريحيه. شو اسمه الكاربيرون هذايا اذا عندك فكره؟ كاربيرون والله نصب منه ما عنديش فكره عليه بالضبط. لا اله الا الله محمد رسول الله. تحب نعطيك احتمالات؟ نعطيك احتمالات مثلا بايبر شيل في باور، شيل دي باور، شيل اكس باور. شيل في باور، شيل في باور، وناخذ الاجابه النهائيه. مش شيل دي باور ولا شيل اكس باور؟ بالي في باور كيك. مش في بالك، لازم تكون متاكد سيدي خويا. هو متاكد والله قوم الصباح الصباح كي صباح الدار، هو مش بعيد. دونك تعرف على عينيه. شيل في باور، شيل اكس باور، شيل دي باور، اخر اجابه ناخذوها من عندك سيدي. في باور. شيل في باور. شيل مبروك اليكسون ناردو كاربيرون من اهداء شيلفي باور بيان ايفيدامون، اللي يخلي موتورك اكثر فيابيليتي واللي اقل كونسوماسيون. على كل اللي معمول زاد باخر تكنولوجيا داينا فليكس. شكرا لك، بارك الله فيك بلال، ان شاء الله مبروك عليك 100 دينار دو كاربيرون. شيلفي باور الكاربيرون اللي بنى تاريخ ومجد فيراري في الفورمولا توا اكثر من 30 سنه. بيرفورمانس افيكاسيتي فيابيليتي لموتورك من اول بلان. دلل كرهبتك برعايه شيلفي باور.